أنا اسمي ياسر علي، سني 30 سنة. صادف إن أنا عصرت وحضرت وشاهدت وقائع كتير انطوت على ظلم وانطوت على فساد فعلا جسيم، وتجسد فيها وبان بشكل واضح مدى فحش وظلم السلطة التنفيذية ممثلة في رجال الشرطة بصفة عامة، في ظل عدم التواجد الأمني أو تباطؤ السلطة التنفيذية. إزاي كانت الناس بتلجأ لجهة أو حد غير السلطة التنفيذية أو غير القانون لاستخلاص الحقوق دي، أو إزاي يجيب حقه؟ لا إما أمين شرطة، لا إما محامي، لا إما حد في المحيط اللي هم فيه مثلا عارف إن ده شخص اعتاد إن هو مثلا يتقاضى أجر من المال، نظير إنه يخلص لأي حد أي حاجة، يعني يجيب له حقه، ممكن يتعدى على أي حد، خلاص هو بقت شغلته كده. الناس اللي هي بيسموها مخلصين أو بيسموهم بلطجية أو بيسموهم فتوات او بيسموهم ايا كان المسمى، بس هم ناس بيتخصصوا في ان هم بيجيبوا حق الناس، يعني فبيبقوا عن طريق شقين: شق مأجور بيجي مستأجر بالمال بالفلوس يعني، وشق تاني بيجي ممكن نظير مصلحة تانية متبادلة او نظير خدمة، عامل نفسه ان هو بيعمل جميل مع حد صاحبه او واحد يخصه او واحد معرفة ليه يعني. الحد الأدنى للأجور، إن ده كان حكم مشهور جدا، إن في قضاء الإداري ألزم الحكومة أو المجلس القومي للأجور اجتماع علشان يقرر حد أدنى للأجور وربط الأجور بالأسعار. لحد النهاردة المجلس القومي للأجور ما اجتمعش غير مرة أو اتنين، ما قررش فيهم أي حاجة، مجرد اجتماعات على ورق، في ظل الفساد اللي كان موجود، في ظل ان الحكومة مش عايز تدي الناس حقوقها، وخاصة الطبقة العاملة لانها من الطبقات المؤثرة جدا في مصر، فمش هينفع ان الحكومة تنفذ حكم زي ده. في مصر فعلا الاحكام القضائية ما بتحترمش،
لان هو بيبص ان انا اللي انتوا حضرتك حكمت فانا اللي في ايدي بقى ان انا انفذ. واخد الموضوع يعني كل الناس فاكره ان ده امر قضائي ان انت لازم تنفذه. ده مش راجع ليك وانت مش رقيب على الحكم اللي صادر. فيقول لك لا هو نفذ هو اصدر قضاء القرار واصدر حكمه بان انت يحق لك الحاجه اللي انت طلبت بيها في دعوه ايا كان بقى مبلغ مالي او تنفيذ على عقار او حد ادنى للاجر. طيب انا بقى اللي هنفذ ولا ما نفذ دي قصتي انا. فاللي بيتم كالآتي ان مثلا لو واحد ليه حق بيلجأ لأي حد على اتصال بالناس اللي هي عندها القدرة ان هي تقوم بالحوار او بالمهمة دي. على سبيل المثال مثلا لو واحد مثلا شاري شقة بعقده ودفع فلوس بس لسه ما استلمش مثلا وفوق ان هو رايح يستلم شقته ان اتنصب عليه والشقة دي متباعة لحد تاني فبيحتاج ايه لان هو يجيب حقه. بيحتاج لناس مجموعه من الافراد مسلحين وبيطلع بيقتحم الشقه دي بهدف السيطره والايه والاستحواذ عليها على اساس ان هو راجل فعلا شاري من المالك وبعقد سليم بس اتنصب عليه فبيلجا ان هو بياخد حقه بايده. والله احنا بنرفع احكام تعويض عن التعذيب اللي كان بيتم داخل المعتقلات المصريه. بيتم صدور احكام قضائيه نيجي عند التنفيذ طبعا احنا بننفذ على وزاره الداخليه حاطين لنا خطوات شبه تعجيزيه. بعدين الناس اللي صدر لها الاحكام دي انت اذيتها خدت الواحد من دول مثلا رميتهم في المعتقل مش اقل من 10 سنين من 10 15 سنه وعلى ما افتكرته قمت مخرجه. طبعا الراجل ده مش لاقي اللظه مش لاقي وصدر له احكام كل مثلا موكل صدر له احكام ب 50 60 70 الف جنيه. طب ما تديله فلوس وخليه يعيش عوضه عن اللي انت عملته فيه. بعدين دي احكام الاحكام اللي انا بتكلم عليها مش احكام عن قرار الاعتقال. احكام عن قرار الاعتقال يصدرها مجلس الدوله اللي هو احكام لان قرار الاعتقال ده قرار باطل فبيصدرها مجلس الدوله. الاحكام اللي انا بتكلم عليها احكام تعويض عن تعذيب داخل المعتقل والمحكمه ثبت لديها وثبت ليقينها ان التعذيب تم. طبعا التعذيب مذكور والناس اللي جت اللي كانت معاه شهدت وقالت ان هو كان بيتعذب بكذا وكذا وكذا ووسائل طبعا ما ينفعش ان احنا يعني ايه هتتقال لان حاجات غير ادميه. فخلاص والله القضاء قال كلمته وقال لك اللي عوض الراجل ده ب 6000 جنيه ب 10000 جنيه ب 15000 جنيه في السنه عن البهدله اللي حصلت له في السنه. ما تديله فلوسه خطاب صرف ضرايب ايه اللي مستنيها ان انت تاخدها منه. والله ما حلتهم اللظه. انا معايا احكام صادره بقالها 3 و4 سنين ما اتنفذتش ومش هتتنفذ. المجني عليه ده اسمه عبد الحميد مصطفى عبد الحميد امام. ده كان عنده 9 سنين تالت ازهري. يوم الحادث هو يوم نتيجه يوم النجاح. فحتى كان هو الولد اتصل بوالده يا بابا انا نجحت وكده قبل الحادثه بساعه. فطبعا هو القدر بقى هو اللي كتب على والده ان هو بقى بيمسك في يوم واحد بتصريح دفنه وبشهاده نجاحه في يوم واحد. يعني طبعا هو الراجل اللي معاه رخصه قياده ولا معاه رخصه عربيه وماشي الساعه 2 الظهر في منطقه مدارس وقتل طفل خدنا عليه حكم 3 سنين. رحنا ننفذ الحكم الباشا هرب 3 سنين مش عارفين يجيبوه. اتنقل من مكان لمكان الشرطه بتنزل له بيديهم فلوس بيرجعوا بيسيبوه. احنا اهل المجني عليه او انا كمحامي المجني عليه احنا دلوقتي بقينا واقفين لا احنا عارفين نستفاد من الدعوه المدنيه ولا احنا عارفين نطبق عليه القانون في الدعوه الجنائيه. وحدة تنفيذ الأحكام معنية بتنفيذ الأحكام الجنائية سواء مخالفات سواء غرامات سواء حبس سواء سجن أيا كان هو مختص. فللأسف كان اللي بيحصل إن هو من نفسه الشخص المختص بالتنفيذ من أعلى سلطة لأدنى سلطة
مثلا سين جيم عليه حكم مثلا بيروح له يبلغه فيروح له يقول له والله انت عليك حكم، مش رايح يقول له عليك حكم تعالى نفذه. هو قانونا في حاجه اسمها اعلام بالحكم، لا هو مش هو ما بيتصرفش من منطلق تطبيق القانون، بيتصرف من منطلق ان هو يحصل على مبلغ مالي. يعني بمعنى اصح يعني انت اهو انت عندي فهات الثمن اللي عندي ده عشان انا اتغاضى. عندنا مقاسي في عدم تنفيذ الأحكام سواء في ضم الصغير أو الرؤية أو في النفع. فيما يتعلق بالستات أنا في رأيي أن الثمن فادح والثمن أكبر. ليه؟ لأنها متعلقة بالحياة المعيشية للنساء وأحياناً متعلقة بالأطفال. إذن إحنا بنتكلم على حاجات حساسة جداً تمنها بيبقى فادحة، مش بنتكلم على تنفيذ أحكام متعلق بأموال، برد أموال، بعقارات أو بمباني، لكن متعلقة بحاجات حساسة جداً. وهنا يمكن بدي نماذج في عدم دفع النفقة. عندنا أحكام عديدة جداً لعدم تنفيذ النفقة، وهنا الكثير من النساء عندنا حالات كثيرة للأسف الشديد اتجهت للعمل بالدعارة أو حالات، وعندنا حالة فجة جدا تمت السنة اللي فاتت في 2010 إن أم قتلت ابنها الصغير 6 سنوات خوفا من الفقر، برغم إن هي معاها حكم بالنفقة لكن لم تستطع الإنفاق. الطفل اتطرد من المدرسة لأنها مش قادرة تدفع الفلوس البسيطة، اتطردت من البيت لأنها مش قادرة تدفع الأجرة، وفي النهاية ما كانش عندها حد يقويها، في النهاية اضطرت إن هي لا قدرت تشتغل في الدعارة أو تقتل نفسها، قتلت الطفل وحاليا هي في مستشفى الأحوال الصحية. هو بيعمل كيفما يشاء في دائرة الاسم بتاعه من منطلق انه هو واقف على ارض صلبة ووحدة تنفيذ الاحكام في ايه؟ في جيبه بالبلدي كده. يعني انا هضرب، هحوز ارض، هبلطج، هاخد شقة من فلان، هاخد محل من فلان، هنصب على فلان، هيصدر ضدي ايه حكم بشهر، شهرين، سنة، سنتين؟ لا، ما طب ما هو مين اللي هينفذ؟ اللي هينفذ وحدة تنفيذ الاحكام المعنية في الدائرة بتاعتي؟ لا، ما انا عارف فلان بي وسين بي وصاد بي. ايوة يا فلان انت عليك حكم كذا. طب يا باشا، طب انا جاي لك كل سنة، طب كارت الشحن ده على بال ما اجي لك، طب يا باشا في خروف جاي لك على الشقة. هو ده اللي كان بيحصل من الوزير لأقل عسكري في الداخلية. ده اللي بيحصل. فكرة هدم العدالة كانت مرتبطة بما يسمى انه النظام الحاكم او النظام القائم السابق هو اول من ارسى مبدأ الامتناع عن تنفيذ الاحكام. الحقيقة المفترض انه الحكم متى صدر مشمول بما يسمى الصيغة التنفيذية، اي قابل للتنفيذ دون اي معوق. كانت الدولة عبر تعليمات ادارية أو قرارات إدارية مخالفة للدستور والقانون تعمد إلى عرقلة تنفيذ الأحكام. يمكن أنا في هذه الحالة المثال الواضح، يمكن الأحكام التي كانت تصدر فيما يتعلق بعملية الانتخاب سواء من قبول الترشيح أو الامتناع عن الترشيح أو بطلان العضوية. خلينا أقول لحضرتك أنه على سبيل المثال ان هناك 1300 ما يقرب من 1300 حكم صدر من مجلس الدولة، انه النظام السابق مش الدولة لم تنفذ سوى 15 حكم من 1300. انا اعرف رؤساء مباحث وكتير جدا والناس كلها عارفة شهريات كل على حسب درجته ايه فين اصل. لا ده ما هي دي فيها حصة او جزء رايح للباشا، يبص يلاقي نفسه بيلم متحصل شهريات
في الشهر ممكن مبالغ ومبالغ لا يستهان بيها، يعني من ده 100 من ده 200 من ده 1000. التاجر، السايغ، الجزار، صاحب الورشة، صاحب الشعب بجميع طوائفه ما كانوش بيسيبوا حد. في يعني اكثر من واقعة افتكر منها تحديدا، كان في قطعة ارض كانت واقعة بناحية المنيب، مساحتها حوالي يبلغ حوالي 1000 متر، وحصل ان هم اشتروا فعلا واشتروا بمزاد على نوفوج، وبعد ما حددوا السور بتاع الارض دي اللي بيسموهم مافيا الاراضي او بلطجية الاراضي، جم وهدوا السور دوا وحطوا يفض باسمهم على الارض، ويعتبر سيطروا على الارض سيطرة كاملة. ففوجئنا بشيء غريب جدا، بدل ما السلطة التنفيذية تتفضل مشكورة ان هي تعاون صحاب الحق وتنصرهم وتجيب لهم حقوقهم، فوجئنا ان هو بيلقي اللوم او العتاب على الملاك اللي هم اشتروا فعلا، وفوجئنا ان هم تم الاعتداء عليهم وكان في ضرب نار، وضربوا نار فعلا ومشوهم وفضوهم بالقوة الجبرية، الى درجة ان هم خدوا بعض الاشخاص حوالي 2 أو 3 ولفقوا لهم محاضر كيدية. في اللي توجه لاسم الشرطة مخاطبة رئيس المباحث شخصيا، وكنت أنا من ضمن الناس اللي دخلت لرئيس المباحث. فوجئنا أنه قابض 150,000 جنيه في نظير أنه هو يمكن الناس البلطجية اللي هم حازوا الأرض بالقوة مننا. جوه غرفة رئيس المباحث تم التواصل أنه هو اعترف فعلا أن المشاوير دي او المواضيع دي بلغته هو محتاجة مصاريف، يعني بمعنى اصح ماشيني ومشيك، يعني قبضني وهسيبك تعمل اي حاجة، هتاخد حقك بالقوة، بس برضو اديني علم وقبل العلم شنطة الايه الفلوس. يعني كان في سلاح وكان في جميع التجهيزات اللي هي تمكننا من ان احنا ننزل الارض تاني. تم تجهيز حوالي 20 فرد، بالفعل نزلنا، كان حوالي الساعة 1:30 بالليل كده نزلنا، حصل مناورة بضرب النار كده يعني من ناس محترفين، تم فعلا المناورة وتمت بنجاح، وتم السيطرة على الارض كاملة، وتم بناء سور تاني يوم، والحمد لله ان الحق ايه في النهايه رجع. وبرده يعني رئيس المباحث ده برده ايه يعني اتراضى برده. من الحاجات العجيبه جدا مثلا الحكم اللي هو اسم العمرانيه اللي هو تحول دلوقتي لاسم الطلبيه شارع الهرم، ده فيلا كانت متاخده من الناس علشان تتعمل اسم شرطه، فالناس رفعت دعاوى قدام القضاء المدني علشان تقدر تسترد هذا الكيان ليهم، لان هم ورثه حد كان بتاعه الفيلا دي. طيب خد الحكم، هينفذ الحكم ازاي؟ هيروح للاسم اللي هو هينفذ عليه علشان يعمل تحريات، هل ينفع ان انا انفذ ولا ما ينفعش؟ فهل بالعقل ان انا امين شرطه ولا ضابط في اسم العمرانيه هيعمل تحريات انه تنفيذ جاز يجوز التنفيذ ومفيش اي عقبات تعوقه؟ مستحيل. انا في عام 2006 اقمت دعوة باسم الاعلامية حسينة كامل، تعمل على قرار ما يسمي بالورقة الصفراء، هي اشتهرت بالورقة الصفراء لأنه لونها أصفر، لكن حقيقة الأمر أنها كانت قيد على حق المواطنين، حق العاملين في وزارة الإعلام في فكرة حرية التنقل والسفر، وهو حق دستوري منصوص عليه في الدستور. صدر لنا حكم بوقف تنفيذ هذا القرار، وإلى الآن لم يتم تنفيذ هذا الحكم من 2008 إلى 2011. اتحاد الإذاعة والتلفزيون قالوا نحن هننفذ، بس المشكلة مش عندنا، لأنه فكرة إجراءات السفر يتعرض المواطن في مواجهة وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة وثائق السفر والهجرة. بعتنا إنذار لكل من وزير الداخلية الأسبق
وإنذار للرئيس مصلحة وثائق السفر والهجرة أنه عليكم تنفيذ هذا الحكم وإلا سنتخذ الإجراءات بإقامة دعوة جرحة أمام محكمة الجرح باعتبار أن أنتم ممتنعين عن التنفيذ. طبعا العقوبة مفترض إذا ثبت لدى المحكمة أن هناك تعمد في امتناع أو عرقلة تنفيذ الأحكام أن يكون الحبس والعزل. أنا بتصور على مستوى القانون هم كانوا يعلموا أنهم مخالفين للقانون، لكن على مستوى الواقع كانوا يعلموا أنهم فوق القانون. أنا أعرف أمناء شرطة بتلاقي معاه ثلاث ميكروباظات، برجين. طب الحاجات دي جت منين؟ اعرف امين شرطه كده او اتنين ممكن يعدي في سوق مثلا في السوبر ماركت في الجزار، الجزار ياخد 2 كيلو لحمه، الفكهاني يملى شنطه فاكهه، يعني في الاخر نلاقيه مروح بحاجات ب 500 600 جنيه 1000 جنيه بدون وجه حق. هكذا قهوه ينزل يقعد هو اصحابه 10 تنفار جايبين اكلهم اللي هو ببلاش من عند الكبابجي، فيقعد برضو زبادي فرشات شيش لو بيشيش ايا كان، يعني نلاقي الاوردر بتاعه في الاخر يقفله بتاع 100 جنيه، طبعا 100 جنيه بالنسبه للقهوجي تضلعه جدا، بس طبعا ما فيش حساب اخر الليله سلام عليكم شكرا يا باشا متشكرين جدا. في نظرنا بتقشره لان محضر مخالفه اشغال الطريق غير البهدله غير انك تاخد تعرض عن النيابه وقصه كده فبتقشره. والله مسألة حتة الظهور قدام الكاميرا دي يعني ما بحبش الظهور، بس ما بحبش الظهور بجد، يعني طبيعة في بحب الظلام كده. دولة ناس فرعنا زي ما بيقولوا حضارة 7000 سنة، كنا متقدمين في كل شيء. أكيد الناس دي ما وصلوش لأن هم بنوا هرم أو وصلوا للحسابات اللي احنا جايين فيها لحد دلوقتي، إلا إذا من وجهة نظر الشخصية أكيد كان عندهم عدالة اجتماعية صارمة. هنوازيها ونقارنها بالأيام اللي احنا عايشينها دلوقتي دي، بنتكلم في الفساد الإداري من منطلق السلطة التنفيذية وتقصيرها في تنفيذ الأحكام القضائية، لو هنقيمها الصفر كتير عليه. الجزيرة كانت بتتعرض لمحاولات الاستيلاء عليها تقريبا كل 5 سنين، يعني كل تغيير وزاري كبير. سنة 2000 كان فيه هجمة كبيرة، وكانت بسبب ان ماهر الجندي محافظ الجيزة الاسبق اللي اتسجن بعد كده كان على الورق باع الجزيرة لاحد الشيوخ، شيوخ الخليج يعني. لكن في 2007 كان في بقى كلام واضح جدا ان في ورق جاي للفلاحين والاهل الجزيره، ورق واضح باخلاء الارض وعدم تجديد التعاقدات، فبدانا بقى ننتبه ان الموضوع خطير، وخصوصا ان كان فعلا في ذروه الهجمه بتاعت رجال الاعمال على الاراضي في مصر. يعني احنا عايشين في جزيره الاورسادي بقى، يعني طلعت لقيت ابويا وابويا طبعا كان جدي وكده، فاتفاجئنا طبعا بناس رجال اعمال ومعاهم قوه سياديه دي طبعا احنا ما نعرفش رجال الاعمال مين بالظبط. لما جه الجيش
وهو مش جيش عشان عند حضرتك علم، لان لو جيش صح، لو جيش قام صح، لا يمكن شويه جماعه بشويه طوب هيقدروا يعوضوه. وانا قلت لو احنا اللي هنعود الجيش تبقى فضيحه، هتبقى اسرائيل تيجي الصبح، خدت بال حضرتك؟ فكانت عمليه ايه، عمليه لعبه كلها من اولها لاخرها، فبشويه طوب وشويه بتاع، انما حد سحب سلاح، ما عندناش سلاح نسحبه. رفعنا قضية جماعية كلنا مع بعض، حضرتك الجزيرة كلها، وطبعا وقفنا في المحكمة وطالبنا بحقوقنا والحمد لله. يعني في الأول درجة أولى اديتنا حكم، وبعدين هم استأنفوا، دخلنا عملنا فيه معارضة، وربنا كرمنا، مجلس الدولة ادانا الحكم النهائي. حكم لنا فيها ان احنا يعني تقنين أوضاعنا، وان لنا الحق في الوجود، كانت قضية يعني مشهورة. يعني ده حكم مجلس الدولة وحكم القضائية العليا من الإدارية العليا، والحمد لله خدنا حكم بتقنين أوضاع الأهالي، كأنه الحكم ده مش موجود. هو كأنه مش موجود ليه؟ لأنه ما تنفس. لغاية وقتنا هذا إحنا مهددين بعيالنا وبأطفالنا وبحريمنا، مهددين. حضرتك ما بنستريحش، قاعدين لمؤاخذة ماسكين نبطشية مع بعضينا لغاية النهاردة. ما كناش صاحي، يعني ناس صاحية وناس نايمة كده، ما ننامش كلنا، لا نقدرش. والله أنا نفسي، إن كان على نفسي مش لي، مش لشخصي أو للجزيرة، أنا عاوز يكون فيه عدالة للكل، يكون فيه عدالة وكل واحد ياخد حقه. مش عشان خاطر أنا، لا أنا بصرف النظر، انما انا عاوز العداله لكل واحد ياخد حقه. ما فيش كبير وما فيش صغير، اخد كل واحد بمقامه، ماشي على عينه وعلى الراس، بس ما يجرش على الصغير. الكبير ما يجرش على الصغير، ده المفروض. يعني انا اقول لحضرتك ايه، ده احنا بنغلط في الملك سبحانه وتعالى وبيسامحنا، اخدت بالك؟ يعني الكبير النهارده اللي بيدوس على الصغير وناسي ان فيه رب وقادر بيزلزلها في ثواني. استكنان الوضع لينا نستريح، لان احنا لغايه دلوقتي احنا طبعا اللي 55 سنه واللي 60 سنه واللي 70 سنه ما فيناش حيل. لو طلعنا بره هنشتغل ايه؟ يعني هيمشونا من هنا، هيشغلونا ايه؟ خلوا اداني شقه، طب انا هاكل العيال من حيطان الشقه. ساعة، كل ممكن ربع ساعة بيتم الاعتداء على اكثر من حق. كم بيت اتشرد، او كم بيت خرب، او كم راجل فلس. هنا في عصابات بلطجية برخص، بلطجية برخص بمعنى ممكن رئيس المباحث بيسخر جميع الاشقياء والمسجلين اللي في الدائرة بتاعته للشر. يا ريت بيستخدمهم للخير. يعني لو هيعمل زي ما انا بعمل كده، ما هو مش هيعمل كده، لان هو منوط بيه انه يجيب حق الناس، وفي نفس الوقت هو بياكل حق الناس. طبعا هو بيستغل امرته وبيستغل هيمنته وسيطرته من منطلق وظيفته، ان هو راجل هتسمع الكلام ولا هي حته ورقه وهدخلك السجن. يعني ده اقل امين شرطه بيعملها. طبعا الغالبيه العظمى من المسجلين والبلطجيه بينساق. يا باشا عايز ايه دي؟ ده انت تؤمر عينيا لدرجه اموت لك فلان اموته لك. يا سلام، هي دي قصه. أبو محمود عبد الله علي يوسف كان نفسه أميت حياة تتجوز وبقى لي بيت وبقى لي زوج، بس للأسف ربنا كرمني بإنسان نصاب وحرامي. بعد ما اتجوزته ب15 يوم بالظبط ربنا كرمني وكنت حامل، ف
فلقيت بابا اكتشف لي على حقيقته ان هو اشتغلي لا سقطي. المهم قلت له هرميك انا مش هسقط. يقول لي لا خلاص عاجبك عاجبك مش عاجبك انا همشي. قلت له براحتك مش عاجبك بالسلامه بس تبعت لي مصاريفي. فالمهم بعد ما ولدت اتصل بيه يا ابن حرام عليك اتقي الله وكده. وبعديها بقى عرفت ان هو كان في السجن وخرج. قلت لا انا هرفع قضيه. رفعت قضيه نفقه زوجيه ونفقه علاج ونفقه طفل. قضيه العلاج اتحكم لي فيها ب 1500 جنيه بس لغايه دلوقتي ما خدتش ولا تعريفه ولا تعريفه. يعني اتحكم لي فيها وراحوا له عشان يعملوا الحكم. الحكومه ما عملتليش اي حاجه. لما نيجي نتكلم مثلا عن قانون الجنسيه كويس، قانون الجنسيه بيدي الحق في اخر تعديل اللي هو ادى الحق لكل ابناء الام المصريه في الحصول على الجنسيه. ده بقوه القانون. مش محتاج ان انا ارفع قضيه على حد واروح انفذ الحكم. فنروح نعرض الاوراق على وزير الداخليه او رئيس مصلحه الجوازات. القانون يديله سنه في ان هو يبص في الورق سنه كامله علشان يقول ان انا اخد الجنسيه ولا ما اخدش. طب لو ما خدش الورق او ما قابلوش او عدت السنه وما قررش اي قرار، فبنضطر ان احنا نرفع دعوه امام القضاء الاداري بالامتناع، امتناع اللي هو الشخص اللي انا بختصمه اللي هو رئيس مصلحه الجوازات عن اصدار حكم جنسيه او اصدار قرار باحقيه الشخص اللي انا موكل عنه في الجنسيه. نقعد في القضاء ويصدر الحكم. ننفذه ولا ما ننفذوش؟ راجع برضو لمين؟ مصلحه الجوازات. هي اللي تنفذ ولا ما تنفذ؟ في خطف الاباء لابنائهم في حضانه امهم سواء داخل مصر او خارج مصر. وهنا عندنا حالات يعني يدمي فيها القلب فعلا. ويمكن افتكر الحاله اللي ام برضاها لسؤال الطفل على ابيه هي اللي اتصلت بالاب وقالت له لازم تشوف ابنك، وكان 4 سنوات. في الوقت اللي هي ادتهوله الحما خطفت الطفل وراحت بيه جنوب افريقيا. الام قعدت اكتر من شهر في العنايه المركزه مش قادره تتعامل ولا يتعاون معها اداره التعاون الدولي في وزاره الخارجيه اللي هي معنيه ان هي تخاطب الدوله الثانيه علشان تنفذ الحكم اللي هي واخداه بضم الصغير. سواء داخل مصر كمان عندنا حالات عديده جدا، ولولا ان يبقى في تدخل من سلطات عليا. هنا بقى متوقف على القوه، الأم تعرف مين والأب يعرف مين. فعندنا حالات مثلا بتدخلات من قوة كبيرة في مصر قدر إن هي ترجع ابنها كان مخطوف في الكويت وقدرت إن هي ترجع بيه. لكن غير كده عندنا مآسي في عدم تنفيذ الأحكام سواء في ضم الصغير أو الرؤية أو في النفقة. في خطورة من ان يكون النيابة العامة مش مستقلة، لان النيابة العامة بتجمع ما بين سلطتين في الاساس. هي مش سلطة قضائية لوحدها لكن سلطة تنفيذية كمان، لانها اللي بتصدر الاوامر للداخلية ان هي تنفذ الاوامر ديت، هي مصدرة القرار. فتخيل لما يكون النائب العام معين بقرار من رئيس الجمهورية هيحبس له الوزراء بتوعه. اتكلم بمنطق وصراحة، هو دلوقتي لو عمل ده اكيد هيقعد في البيت تاني يوم وما يقدرش ان هو يعمل.
برضو الكلام ده حصل او وقع شبيهة حصلت برضو، كان شاري شقة تمليك، وبعد ما اشترى وخلاص استلم المفتاح واستلم الشقة، فوجئنا ان الشقة في حيازة ناس تانية، وكان النصب واضح في الحوار، لان اكتشفنا في الاخر ان في تواطؤ ما بين المالك والناس اللي كانت في الشقة، وان 150 الف جنيه تمن الشقة دول يعني ايه بالبلدي كده هيتقسموا ما بينهم، ان هم كلهم في النهاية مع بعض يعني. برضو تم ترتيب الموضوع ان احنا نسيطر على الشقة بالقوة وناخد حقنا. بالفعل طلع مندوب مبيعات كان صاحبنا يعني، وراح وخبط على اساس ان اوردر غلط وكلام من ده، وبالفعل مجرد ما كان الباب بيتفتح كنا احنا بنقتحم. تم التعامل مع الاربع افراد اللي فوق في الشقه، استسلموا يعني، كان في سلاح وبرده في، وتم السيطره بالفعل على الشقه، وطلعنا العفش والعشر افراد طلعوا العفش وقعدوا في الشقه، وبالفعل تم استرداد الفلوس ناقصه 10000 جنيه. قالوا انتوا برضو تعديتوا علينا والناس اللي اتضربت دي، وعشان ان الموضوع يعدي سلمي، لان في شخص اتعور ساعتها اصاب في دماغه بجرح وكده، حاول في اثناء حاول المقاومه يعني، فتم التعامل معاه واصيب بجرح. فقالوا لا، طب من هنا لهنا يعني 10000 جنيه احسن من 150000 جنيه، والحمد لله يعني تم استرداد 140000 جنيه وال 10000 جنيه في دهي. انا افتكر عندي حاله ست لجأت لمخلص لأنها اتنصب عليها في فيلا، الراجل اللي راح يخلصها هو نصب عليها في الفيلا، هو طرد اللي اشترى وقعد فيها وقال لها أعلى بفخرك اركبي. فعندها أمل بقى بعد الثورة اللي هي تقدر اللي هي ترجع الفيلا. ده الدارج اللي كان بيحصل، وكم حالات حصلت جمة وعديدة ومحدش يعرف يحصرها. فلان شقته بيته ولع، فلان عربيته اختفت، فلان تم الاعتداء على اخوه، فلان تم الاعتداء. سنين وايام عصابات شغالة بروتب، عصابة بيرأسها رتبة، هو ده الواقع، هو ده اللي كان بيحصل. اغلب الحاجات مثلا اللي بتحصل اللي فيها عدم احترام القوانين، علشان ينسيك الموضوع خالص يدخل الملف بتاعك او الحكم اللي انت هتنفذه دراسة امنية. فدراسة امنية نقعد بقى نشوف الملف ده اصلا محدش يعرف يعني ايه دراسة امنية، هتروح فين. طبعا بيبقى امن قومي وامن عام وامن الدولة، كما لو كنت انا بنفذ حكم غير شرعي، فبيتعملوا دراسة أمنية هنفذه ازاي ولازم أمن الموضوع أنا مش داخل أنفذ على دولة أجنبية، ده أنا داخل أنفذ على فرد. حسب ما يتوصل إليه من اتفاق مع القوة اللي نازلة دي، بيقول تعذر التنفيذ لدواعي أمنية، وفي حاجة في القانون بقى بيقول لي اعمل لي دراسة أمنية. دراسة أمنية دي حلني بقى وموت يا حمار، يفضل بتاع سنة أو سنتين وما ينفذش الحكم. دراسة أمنية في دراسة أمنية، ده كان دارج جدا وكان هو الطبيعي. ممكن همسك الشومه في وقت اللزوم، وهمسك السنجه في وقت اللزوم، وهمسك فيك في وقت اللزوم. ما انت مش احسن مني، انت هتيجي هتجحف عليا او هتظلمني، انا مش هسيبك. انا غلطان او انا مقصر، انا مقصر يعني، انا عن نفسي كنت يعني بلجأ لاساليب ممكن مش من اختصاصي، ما انا مش راجل رئيس مباحث عشان اطلع واكسر شقه على ناس او انزل اضرب نار على ناس في ارض او الكلام ده كله، بس هو حق الشخص اللي معايا بيحتم عليا كده. فكره عرقلة التنفيذ او الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائيه لم يكن خاضع للصدفه او لان هناك استحاله في التنفيذ، انما كان قائما على سياسه منهجيه تعتمد فكره اولا هدم السلطه القضائيه،
وانه القائم على إدارة شؤون البلاد هو فقط السلطة التنفيذية، وان تتقلص هذه السلطة في حاكم فرد هو حسني مبارك. وبالتالي يبقى من يتحكم في الدولة المصرية سواء على مستوى تحديد مفهوم العدالة او تحديد الاجراءات الادارية اللازمة لتنفيذ الاحكام هو هوى ومزاج الفرد الحاكم. قلت تم اعتقالي في احداث العراق، كان ملازم لاحداث احتلال العراق، ودوت كان في 9/9/2003. وفضلت من الفتره بتاعه 9/9/2003 لحد 22/3/2008، دي كانت فتره الاعتقال، وتخللها يعني انتقال لسجنين في الفتره ديت. وكان سبب الاعتقال الأساسي إن تم تصريحات من خلال بعض رجالات الدولة زي صفوت الشريف ومحمد سيد طنطاوي وأحمد عمر هاشم إن العراق دولة عربية ويجب الدفاع عنها. فكان ليا بعض أصدقائي تحمسوا للفكرة ديت وراحوا قدموا أسمائهم إن هم يحاولوا للسفر للعراق. فبعد كده فوجئنا بإن مباحث أمن الدولة قبضت عليهم. فترة التحقيقات أنا بدأت معايا التحقيقات إن هو سابني 3 أيام متكلبش خلفي نايم في الطرقة، ومشغل عليا ما يقرب من 3 مراوح، 3 مراوح شغالين عليا وأنا نايم على الأرض بدون غضة، بدون حتى في مرة طلبت منه كرتونة قلت له عشان أنام عليها، قال لي لأ إحنا عايزين نجيب لك روماتيزم. فبداية التحقيقات سألني عن الناس، انت تعرف ايه عن الناس كانت عايزه تسافر؟ قلت له انا ما اعرفش حاجه عن الناس كانت عايزه تسافر، بس حتى لو الناس عايزه تسافر هي مؤسسات الدوله دلوقتي بتقول للناس يا جماعه دافعوا عن العراق، دي دوله شقيقه ودوله يجب ان احنا نساندها. قال لي لا احنا ما عندناش الكلام ده، احنا ما عندناش الكلام ده، انتوا عايزين تسافروا بره عشان ترجعوا بعد كده تقلبوا نظام الحكم وتعملوا وتسووا الكلام ده كله. قلت له لا الكلام دوت انا ما حصلش وانا ما اعرفش عنه حاجه. تلقائيا فتح قط التعذيب وابتدى خلى الأمنة جردوني من ثيابي كلها بالعافية من خلال ضرب ومن خلال يعني معاملة شديدة جدا عنيفة، لدرجة ان هدومي يعني ملابسي كلها اللي فوق اتقطعت، يعني الفلنة والقميص والكلام ده كله ده اتقطع كله. وابتدى ربطني ايديا ورا ظهري وربط رجلي وحطني على الأرض ووصل فيا أسلاك كهرباء وابتدى بيكهرب فيا. ففي الفترة ديت كان بيحقق معايا خالد كرم هو وسمير صبري وهشام توفيق. فكنت بقول له يعني بقول له حضرتك يعني ما انا مش عايز اظلم حد ومش عايز حضرتك تظلمني، يعني ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فرد عليا قال لي دي اشاعة يا روح امك. قلت له طب اشاعة ازاي يعني ده كلام في القرآن؟ قال لي لا دي اشاعة. قبل 2008 وانا كنت بحاول ان انا ارفع قواضي تعويضات تعذيبات عن فترة التعذيب اللي انا عشتها في لازغلي وعن فترة التعذيب داخل السجن. فطبعا ما كناش بنقدر نرفع على الضباط لان الضباط ما كانش فيه نيابة بتقبل مننا الدعوة ابتداء، وكان اي واحد فينا بيتحرك بدعوة قضائية تجاه اي ضابط من ضباط امن الدولة كان بيتم اعتقاله هو ووالده ووالدته والعيلة كلها وبيتم التنكيل بيها. فما كناش بنقدر نرفع على اي ضابط من ضباط امن الدولة لان النيابة ما كانتش حتى بتسمح لنا ان احنا نرفع دعوة ولا كان في دعاوى القضاء بينظرها في الفترة دي. ولكن كنا بنرفع قواضي التعذيب الاخرى اللي هي في داخل السجن وقواضي مجلس الدولة. انا واحد من الناس صدر لي احكام دلوقتي بقالها سنتين، صدر لي احكام بقالها سنتين ومش عارف انفذ. Thank you.
اتكلمنا على الفساد مش هنخلص، بس كل اللي انا عايز اقوله دلوقتي يعني ان احنا لازم ناخد درس، لازم نراجع نفسنا كتير، لازم اي مسؤول دلوقتي احنا في فترة حرجة جدا، يعني مش مسألة ان انا قاعد على كرسي وبتكلم وهضحك على ناس او هبكش او كلام، لا لازم يبقى في شفافية مصداقية، في وعي، في ثقافة، في كل واحد رقيب نفسه. القضاء في اي دولة هي اخر محطة الناس بتقول يعني جاه فيها في دولة الاستبداد. لما القضاء بيصدر حكم والحكم ده ما تقدرش تنفذيه، يعني هنا توقف العدالة. احيانا في ناس بتلجأ لبعض الاشخاص علشان تنفذ الاحكام عن طريق وتدفع فلوس. المخاطرة هنا ان انت بتهدمي اصلا مفهوم دولة القانون، بتخلقي بؤر فساد وعصابات، وبترجعنا لدولة الغابة. وهنا مين اللي معاه اكتر؟ مين اللي يدفع اكتر؟ مين اللي قلبه ميت ويبقى فيه دم؟ فهنا في مخاطرة كبيرة جدا، لانك بتخلقي بؤر من العصابات وبؤر من دولة اللا قانون، اللي مخاطرها على المواطنين اخطر بكتير بكتير جدا من عدم تنفيذ الاحكام. اذا فهم المواطن او استقر في ذهنه انه انهيار مفهوم العدالة، او انه في انسداد لما يسمى الآلية القضائية، لن يبقى أمام المواطن اقتضاء لحقه سوى مفهوم البلطجة أو مفهوم القوة. وبالتالي يبقى أنت هنا مش بتهدمي فقط مفهوم العدالة، أنت تهدمي مفهوم الدولة، السلطة عامة، أو مفهوم السلطة. هو مفيش آلهة نازلة من السماء تحكمنا، ده احنا كلنا كده. مفهوم السلطة ده ان احنا كده كلنا مع بعضنا كشعب قسمنا نفسينا. في ناس يعني مفهوم السلطة حتى الملسفي بتاعه ان في ناس تخلت طواعية بمزاجها بإرادتها لناس، وولتها مقاليد الحكم على اساس وبضمانة ان الناس اللي هي تولت مقاليد الحكم توفر للناس اللي هي تخلت العدل، الامن، الاستقرار، العدالة بشتى صورها، الرخاء، اي حاجة ليها معنى جميل وليها معنى كويس. كانت مسألة عرض وطلب، انا هتخلى ان انت تحط طبنجة في جنبك ودبورة على كتفك، او تمسك كرباج مش لاي حد، للي هو خارج عن القانون او للانسان اللي يغلط، في سبيل ان انت تحميني.